نستمع إلى كلمة سيادة اللواء أحمد عبد الرحيم رئيس مجلس مدينة البطرشين، فليتفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة حضراتكم طيبين. دي الحفلة رقم 3 اللي أنا حضرها معاكم ومع جمعية آية الدعاء. وطبعا يعني أنا يمكن أنا جاي مخصوص علشان خاطرها النهاردة في ظل الظروف والبلد اللي مخنوقة، ولكن أصريت إن أنا أبقى موجود معاهم زي السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها. نتمنى إن إحنا كل سنة نستمر على هذا التكريم. بشكر ولادنا اللي هم حققوا مراكز السنة دي، وبشكر كل أب وكل أم وفرت ظروف وهيئت ظروف لأولادها إنهم يقدروا يحصلوا على التقدير أو النتائج اللي إحنا حصلنا عليها. نتمنى ان احنا نشوف من البدرشين علماء ان الفتره اللي جايه ان شاء الله اعتقد ان بلدنا مش هتتبني الا لما منظومه التعليم تتحسن، واعتقد ان شاء الله الفتره اللي جايه هتكون افضل بكتير. وان شاء الله البدرشين، وانا بعتز بالبدرشين، انا الحمد لله بقالي في وسيقه اكتر من يعني السنه الثالثه، اعتقد ان احنا يعني الحاجه اللي احنا بنعتز بيها ان احنا البدرشين المركز الوحيد اللي على مستوى الجمهورية اللي في خلال الاحداث اللي حصلت دي كلها مفيش اي حاجة اتلمست منه. احنا من جنب مننا العياض وجنب مننا الحوامدية في الاحداث اللي بتمر بيها البلد، في منشآت اتحرقت وفي اقسام ولعت، احنا بنحمد ربنا ان احنا ما عندناش اي حاجة. وطبعا ده راجع لفضل حضراتكم واهل البلد طبعا، لان الحاجه دي بتاعتك انت وبتاعتنا احنا اللي احنا بندفع ضريبه، هنبوظها هنصلحها برضه بفلوس. نتمنى ان احنا نحافظ عليها وربنا يديم علينا. وان شاء الله برضه في بشرى بقولها لحضراتكم واحنا يمكن شغالين فيها بقالنا اسبوع، ان القوات المسلحه اهدت للبدرشين كوبري علوي عشان نحل الخنقه اللي موجوده شغالين فيها. هيربط بين العزب، يعني يعتبر بين العزبه الشرقيه والعزبه الغربيه. كوبري ان شاء الله هيبقى من شارع عمرو بن العاص وهيعدي فوق المزدحام بتاع الكوبري الابلي وهينزل على شارع بورسعيد. الكوبري ده ان شاء الله مده تنفيذه هتبقى 9 شهور، والتسع شهور يعني في القوات المسلحه هم 9 شهور، 9 شهور ابتدوا بقالهم اسبوعين يعني. فان شاء الله خلال 9 شهور هنكون في كوبري جديد، والميزانيه بتاعته مفتوحه غير محدده. يعني الفريق السيسي مد المقاولين العرب الاوردر ان مهما نتكلف الكوبري تكلف 30 مليون 40 زي ما يتكلف ان شاء الله هتعمله ان شاء الله قوات مسلحه. برضه زي ما احنا شايفين احنا الحمد لله يعني خلال السنتين اللي فاتوا دول اغلب الشوارع بتاعتنا كلها اترصفت، يمكن ما عندنا شارع او اتنين اللي هم ناقصين. الحمد لله في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها في انجازات كتير تمت في البدرشين، وطبعا ده راجع لفضل حضراتكم وتعاونكم معانا. نتمنى ان احنا خلال الفتره اللي جايه برضو ان شاء الله هيبقى في حاجات كويسه، وان شاء الله بلدنا تعدي الازمه، وان شاء الله هنشوف بلدنا احسن من اي بلد تانية. وكل سنه حضراتكم طيبين، مش عايز اطول عليكم، وكل سنه حضراتكم طيبين.